وهذه البراءة يعني مشاهدين الكرام يعني لو يشاهدون مع مخرج البرنامج، هذه البراءة التي يعني منحها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله موجودة شو اسمها دي؟ هنا ممكن نلاقي لو فتحنا هنلاقي الميدالية. نعم، ماذا يمثل لكم هذا التكريم؟ والله يعني لما يجيني تكريم من فهد بن عبد العزيز اعتقد انه دي حاجة كبيرة جدا رحمة الله عليه وعلى موات المسلمين، أو حتى من الملك عبد الله أو أي قائد من قادتنا الكرام. أكيد. يعني تكريم جاييني من الملك فهد، تكريم من الأمير خالد الفيصل لما كنت في أبا حكمت في اسمه ده. في حاجة احنا الحقيقة في حاجات كثيرة جدا صفحنا معك قبل بداية الحلقة الحقيقة، وتجولنا في مكتبك الخاص على شهاداتكم الحقيقة وتاريخكم الفني الكبير من خلال الشهادات ومن خلال الدروع ومن خلال شيء يعني الحقيقة نعتز به نحن أيضا على، وأنت رمز تستحق أكثر من ذلك يا أبو محمد. الله الله يتولي في أمرك وخلي كل، أنا الحمد لله قنعان بكل ما سويته في حياتي. طيب، يعني عمري الفني تقريبا 50 سنة، الداعم الوحيد كان لي في هذا المجال الأمير محمد عبد الله الفيصل. وانت لحنت كثير، لحنت بيه، لكنه اللي شد من ازري وخلاني سراج عمر وقف معي. بصراحه ما لحنت كثير للامير محمد غير اشهر اغاني اللي هي مقادير واغراب ولا تقول وانادي على غدا في الليل و الله يرد اخطاك ايضا. لا لا لا، الامير بدر عبد المحسن سويت الامير بدر عبد المحسن حدثينا يا راوي نجد، سويت له ايضا أغنية غناها محمد عبده، غنى لي يا حبيبي أنا أستنى، وغنى لي أيضا مرتني الدنيا إيه بتسعى عن خبر ما به جديد، يعني الله غناها محمد عبده. نعم، أيضا أبو محمد أنتم أيضا تشرفتم بتكليفكم بتلحين أوبريت الجنادرية 1414 كان من كلمات الأمير خالد الفيصل. نعم، صاحب اسم الملك الأمير خالد الفيصل. وهذا الأوبريت تحديدا يعني أعتقد أنه أيضا ترجم إلى عدة لغات، الفرنسية والبرتقالية. لا، هو توزع النشيد في أكثر من 8 دول أوروبية. لأنه بعد ما خلصنا كان مخرج الحفل الأستاذ شريف خزندر رئيس دار ثقافات العالم في فرنسا في باريس. فبقول لي اجتمعنا في آخر يوم كان خلاص يعني كله رايح، فبقول للأستاذ شريف خزندر يا أستاذ شريف هذا الدات إيش رأيك لو أنتوا تطبعوا الأوبريت وتوزعوا، وطبعا منه 1000 نسخة توزعت في 8 دول أوروبية. صارت تجي تقارير من السفارات الموجودة للأمير خالد الفيصل عن الكتاب اللي استمعوا للأوبريت، الأجانب طبعا كل أمريكان وألمان وبريطانيين ومش عارف، فكانوا يرفعوا السفراء للأمير خالد الفيصل، وكان الأمير خالد الفيصل حريص أنه يزودني بكل ما يكتب عن الأوبريت بنسخة، من يقول لي شوف ده جاب كذا، ده جاء كذا، ده جاء كذا. جميل. فتقريبا يعني الأمير خالد الفيصل يعني حاجة كبيرة جدا في حياتي. جميل. عموما توفقت فيه وكان اوبريت من انجح الاوبريتات الجميله والرائعه جدا. الحمد لله. طيب استاذ سراجان، نحن طالما قبل قليل تحدثنا عن اعماركم مقادير و لا تقول خل العيون وكل الاعمال الرائعه لكم، يعني استاذنك في فاصل مع لقطات لبعض محتويات المكتبة لديكم. نعم. مع مخرج البرنامج، ثم نعود إن شاء الله نواصل حديثنا. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل معكم يعني أحد أعمال وروائع موسيقارنا الكبير أستاذ سراج عمر مع مخرج البرنامج على بعض اللقطات من مكتبته لدروع وشهادات تكريم، فلا تذهبوا بعيدا، نعود معكم بعد هذا الفاصل ونواصل هذه السهرة. لا تقول الفرح في
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نحييكم ونحن نتواصل معكم في هذه السهرة الرائعة في منزل موسيقارنا الكبير الأستاذ سراج عمر. مرحبا بك أستاذ سراج عمر في هذه السهرة مجددا. شكرا. بعد أن رحبت بنا الحقيقة بالعكس في بيتك الله يعطيك العافية. بالعكس بيتكم والحقيقة لخبطنا لك برنامجك في هذه المناسبة السعيدة وليالي العيد السعيدة. لا 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 بالعكس سعيد جدا يعني أنا أحب اللخبطة. الله يعطيك العافية. نحن دائما يعني في مناسبة العيد حقيقة عندما نزور فنانين ومبدعين هذا ما هو إلا تقدير لهم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. أستاذ سراج عمر، يعني أكيد يقال وهذا كلام واقع بأنه أكثر الملحنين الاستفادة من الفلكلور الشعبي السعودي. نعم. واستطاع أن يوظف كثير من ألحانه هذه الفلكلور. أنا لم أوظف لم أوظف أي جملة الاستفادة من أو أي جملة من الفلكلور في أعمالي في ألحاني إطلاقا. إنما أنا حاولت أن أثبت خوفا من السرقة، لأنه حسيت أنه في بعض الزملاء يبحثون عن النجاح من خلال الفلكلور. وكيف أنتوا استفدتوا من هذا الفلكلور؟ أنا الفلكلورات دي جمعتها وسجلتها 160 قطعة. 160 قطعة موسيقية فلكلورية. يا سلام. أي نعم، سجلتها وثبتها موجودة في الإذاعة. فعلا زي ما بتفضلت أستاذ سراج، إنه في بعض الفنانين حتى يمكن بياخذ من الفلكلور ويقول لحني الحان. يقول لحني. عشان كده أنا حاولت إني عشان لا يبني نجاحه على الفلكلور. لماذا لا يبني نجاحه من ذاته؟ وثبتها وسجلتها في الإذاعة. أدخلتها الإذاعة. بعدين عملت حاجة تانية. أنا أوري لك يعني المراحل بتاعت الفلكلور. عملت المودرن ميوزك برضو من الفلكلور حوالي 40 قطعة موسيقية. عملت الكلاسيك ميوزك حوالي 20 أو 22 قطعة موسيقية بناء على رغبة الخطوط السعودية في عهد الأستاذ محمد الحسون مدير الشؤون التجارية في فترة ما ماضية. عملتها بالأوركسترا السيمفوني وحوالي 22 قطعة كلها موجودة في الإذاعة. كلها مسجلة في الإذاعة. كلها موجودة. وموثقة باسمكم أستاذ سراج؟ لا. إنك أنت اللي جمعت كذا. أنا أقول لك على حاجة مهمة جدا. لا 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 لا. هي كانت الفكرة للأستاذ محمد الحسون إني أنا أسجل هذه القطع بأسماء معينة، يعني لفوزي محسون، الأستاذ طارق عبد الحكيم، عبد الله محمد، مش عارف مين، كله ده أتسجل على أوركستر سيمفوني موزع توزيع الأستاذ ميشيل المصري. نعم. كلها مسجلة في الإذاعة. كلها موجودة. وموثقة باسمكم يا أستاذ سراج؟ لا. إنك أنت اللي جمعت كذا. أنا أقول لك على حاجة مهمة جدا. لا لا لا. هي كانت الفكرة للأستاذ محمد الحسون إني أنا أسجل هذه القطع بأسماء معينة، يعني لفوزي محسون، الأستاذ طارق عبد الحكيم، عبد الله محمد، مش عارف مين، كله ده أتسجل على أوركستر سيمفوني موزع توزيع الأستاذ ميشيل المصري. نعم. أستاذ سراج عمر، عرفتم يعني
وعرفتم بحبكم لجمعية الثقافة والفنون منذ أن شاركتم في تأسيسها. ما شاركت، أنا صاحب فكرة إنشاء الجمعية. إنشاء الجمعية. نعم. أنا صاحب فكرة إنشاء الجمعية. نعم. هو وعرضتها على الرئيس العام. يعني شاركتم وأنتم من وعددنا فكرة إنه هناك جمعية ثقافة. بعد الفكرة لا بعد لما رأى. ومعكم. الأستاذ نصر من جريد. نحن رفعنا، أنا رفعت كفكرة. الأمير المغفور له بإذن الله الأمير فيصل بن فهد طلب من نصر بن جريد، قال له روح سلم على سراج قل له أنه فيصل بن فهد لا يقبل الأفكار بل يقبل الجدوى من هذه الفكرة. يا سلام، روح إذا طلب منك أن تكتب جدوى. أعمل الجدوى من تأسيس هذه الجمعية. وجانا فعلا الأستاذ نصر بن جريد الله يمسيه بالخير، وجلسنا أنا هو في فندق بهاء الدين في الشارع سوق الندى، باول شارع سوق الندى، 3 ايام عملنا الجدوى مكونه من حوالي 300 صفحه. 300 صفحه؟ صفحه. 300 صفحه من جدوى انشاء جمعيه ثقافه وفنون. اي نعم، اخر صفحه كانت انشاء مجله الفنون. مجله الفنون الحاليه لا تتوقف الحاليه زالت الجمعيه. اذا هي فكرتكم ايضا منذ التاسيس. نعم نعم، كانت اخر ورقه هي الورقه دي، ورقه مجله الفنون. طيب أستاذ سراج، أيضا أنتم زي ما تفضلت أنتم صاحب الفكرة مع ناصر بن جريد الله يمسيه بالخير، وكنت يعني لكم الفضل في تأسيس جمعية كما نعم. تذكر يعني و و و و هو الفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق، والفضل يعود أيضا للأمير فيصل بن فهد طبعا الله يغفر له ويرحمه. نعم نعم. ولكن وتوليتم عدة مناصب في الجمعية حتى كنتم مدير فرع جمعية جدة. أنا جاني قرار كنت عضو مجلس إدارة مع الأخ محمد الشدي عندما كان رئيس مجلس إدارة. نعم. فكنت مسؤول عضو مجلس إدارة ومسؤول عن فروع المنطقة الغربية كلها. جميل صحيح، وكنت عضو مجلس إدارة صحيح، لكن بعد تلك الفترة وربما مشاغلكم وكذا أصبحتم مستشارا لجمعية الثقافة والفنون بجدة في الفترة الأخيرة، ولكنكم شديتم الرحال عن الجمعية يمكن في الأشهر الأخيرة وغادرتم. أنا بصراحة أقول لك لا لا ما فيش أسباب، قرفت بصراحة، تعبت، قرفت من عدم التفاهم وفيدة. لا لا عدم التفاهم مع رئيس مجلس الدار الأسبق طبعا قرفت يعني، لأنه هم فاضي ونحن للأسف الشديد يعني ما هذا ما هو يعني نقد، ما هو نقد في 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 رئيس مجلس الدار الأستاذ محمد الشدي، ولكن الأستاذ محمد الشدي صاحب فكرة سدد وقارب، هنا الأفكار دي سدد وقارب ما تنفع ما تنفع. أنا أحب أكون صريح، ليش السدد وقارب؟ عرفت كيف؟ فكان مبدا الاستاذ محمد الشدي سدد وقارب سدد وقارب سدد وحد يمدح افضل سدد وقارب يعني. طيب كيف يعني استاذ سراج انت ايضا دائما في الجمعيه والفتره الاخيره ومن زمان وانت تدعم المواهب الشابه وتقدم الموهوبين والمبدعين الحقيقه نعم. وتسندهم عندما يتجهون الى الجمعيه يجدون هناك صدر رحب كبير صدر رحب. نعم. انا فعلا انا بحب اني 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 اشجع المواهب واشجع اي، وبعدين ايه في حادث في الواقع يعني رفعناها الامير فيصل هو دعم الفنانين السعوديين بان يسجلوا اعمالهم خارج المملكه، عملنا تقاعد مع تعاقد مع الاستاذ احمد فؤاد حسن بانه يعني بميزانيه معينه يعني مثلا ممكن ارسل له فنان يسجل له مثلا 6 اعمال 3 اعمال على حساب الجمعيه. وبعد كده ناخذ الاوراق ونسدد ليش الجمعيه سدد المسيح الله يرحمك يا احمد فؤاد حسن رحمه الابرار الله يغفر له ويسامحه ان شاء الله. فكنت يعني لما نستلم الفلوس نحطها في حساب احمد فؤاد حسن من هنا بنكيا يعني على الحساب، وما اللي يروح هناك ما يدفع شيء يعني. الفرقة المسيحية جميل متكفلة بالإزاءة بالتسجيلات في الاستوديو وبالفرقة المسيحية كاملة. جميل جدا. طيب أستاذ سراج يعني الفترة الأخيرة جمعيات الثقافة والفنون ربما عندما نقرأ حتى في الصحف تعاني من قلة الميزانيات وقلة، كيف تقيمون الآن أداء جمعيات الثقافة والفنون على مستوى المملكة؟ والله يعني صاحب فكرة تأسيسها. أنا أقول لك على حاجة مهمة جدا، أنا بعيد كل البعد عن الجمعية العربية السعودية للثقافة ولا أعرف عنها شيء ولا أعرف عن ميزانتها شيء. أقول لك هي منتهى الصراحة. أنت يعني ممثل المملكة وفي كثير من المهرجانات ومحكم لكثير من المهرجانات الغنائية. لو تحدثنا يعني عن مشاركاتكم بالذات في تحكيم في دار الأوبرا المسابقات الغنائية التي تقيمها. نعم. حكمتم
وكرمتم عدة سنوات. لو شوف احنا اول ما بدأنا في الواقع كان اول اتصال كان جاني من السيدة رندا العلايلي من وزير الثقافة المصري الدكتور ممدوح البلتاج، اني انا مطلوب للتحكيم للمواهب. هذا عام كم سنه؟ قديم جدا والله ما اتذكر، ولكن موجود عندي لاني صورت الخطاب وعملته 15 سنه واكثر. اكثر. المهم بدات في لجان تحكيميه كثيره جدا، يعني حكمت على مستوى الدول العربيه برضو، دول المغرب، دول الخليج، ما مجلس التعاون الخليجي، دبي، مهرجانات دبي للمواهب. جميل. عرفت كيف؟ كثير جدا يعني. اتذكر حتى يمكن حسين الجسمي في الدوره أحد التي يعني أحد حقق اعتقد فيها في ذيك، واصلا كان انتشاره من احد دورات مهرجان دبي. نعم. وكنت انت احد المحكمين. نعم. كيف وجدتم موهبه حسين الجسمي من يعني في ذيك الفتره؟ ويعني انتم كلجنه تحكيم تنبأتم بان يكون نجم يعني. حسين الجسمي كان معجب بشخصيه الاستاذ طلال مداح، وكان يغني اغاني طلال مداح، انا لما اسمع هو يغني احس بفرحه. الله بصراحه حسين الجسمي يعجبني اكثر من نبيل شعيل، مع احترامي وتقديري لنبيل. نعم. نبيل صناعه الاستاذ شعبان ابو السعد رحمه الله عليه، لكن ده شخصيه اولا الخامة الصوتية بتاعته متكاملة الأعراق، يعني أنت تعرف أقول لك على حاجة مهمة جدا، الصوت البني آدم متكون عندك اللي هو الصوت الصغير ده اللي هو الكمنجة، نعم، اللي بعده الفيونوسيل، عرفت كيف؟ كمنجة لا فيولا بعده الفيونوسيل وبعده الكونترباس، هذه فصيلة الوتريات، هذا صوت بني آدم، لانه في صغير بالاضافه الى صوت المراه، هذه ناحيه، بالاضافه ايضا يجيك صوت يعني الشاب هو صغير، بعد كده يجيك هو راجل، بعد كده يجيك هو شيخ اللي هو الكونترباس. وهذه كلها وجدتوها في صوت حسين الجسمي؟ لا، بالنسبه كخامات صوت متكامل. وحتى يمكن اغاني محمد عبده وغنى في ذيك الدوره اعتقد برضه من اغاني محمد ام اغاني طلال امام لجنه التحكيم وأجادها بشكل. لا محمد عبده لا ما غنى لمحمد؟ من هو؟ هو حسين. أنا أقصد حسين غنى لطلال مداح، غنى في اللجنة اللي أنا كنت أحكم فيها، غنى لطلال مداح في الدورة، في دورة المسابقة. فيما بعد هو غنى أيضا لمحمد عبده. احتمال لأنه محمد عبده فنان كبير يا أخي. ايه؟ لماذا لا يحفظ الفنانين أعمال محمد عبده يعني؟ فيها أغنية لا تضايقون الترف غناها وطلعت حسين الجسمي واجاد بشكل جميل. هذا الجو ده جو الامير خالد الفيصل. الله. الشعر ده يعني الامير خالد الفيصل كتب محمد عبد الله اروع ما كتب. كان لكم تعامل في عديد من الاعمال. دايركت يعني محمد عبد الله، اقصد الامير خالد الفيصل، يعني حبه لكتابه الشعر النمطي، حب انه محمد عبده هو اللي لح. يحب انه محمد عبده هو اللي لحن. ليه؟ يحب يسمع شغله من، لانه محمد مجيد، لانه يعتبر محمد عبده تلميذ للامير خالد الفيصل في النطق للهجه النجديه. الله دربوا عليها مضبوط طبعا، فعشان كده هو يمكن اجاد ابو نوره لون السامري السامريات. نعم. بشكل جميل جدا، والعربه والامور هذه كله. نعم شاطر يعني. انا في حاجه في العرض النجديه يسموها الحوربه، عرفت كيف؟ فبقول محمد لما سويته بريد التوحيد، في عندنا الحوربه دي، ايش رايك؟ خلي واحد من الشباب. قال لي يا حبيبي خلينا احارب انا. جلس احفظ الحوربه اللي بتاعت الاستهلال. يلا حاجه زي كده، وبعدين بالطبول طبعا حقون العرضه. دم 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 ابشر. يحب انه محمد عبده ولي لحيه. هو اللي لحيه. ليه؟ يحب يسمع شغله من، لانه محمد مجيد، لانه يعتبر محمد عبده تلميذ للامير خالد الفيصل في النطق للهجه النجديه. الله
دربوا عليها مضبوط طبعا. فعشان كده هو يمكن اجاد ابو نوره لون السامري السامريات نعم بشكل جميل جدا والعرضه والامور هذه كله نعم شاطر. يعني انا في حاجه في العرضه النجديه يسموها الحوربه عرفت كيف؟ فبقول لمحمد لما سويته بريد التوحيد في عندنا الحوربه دي ايش رايك؟ انا اخلي واحد من الشباب قال لي يا حبيبي خلينا احارب انا جلس احفظ الحوربه اللي بتاعت الاستهلال يلا حاجه زي كده بعدين بالطبول طبعا حق العرضه ابشر وبعدين نبدا ايش ندخل في الموضوع يعني. ايضا شاركتم استاذ سراج في افتتاح استاذ الملك فهد نعم وايضا يعني منحتم شهاده تقدير من اعتقد صاحب السمو الملك رحمه الله الامير فيصل بن فهد نعم. لو تحدثونا عن مشاركتكم في ذيك المناسبه. المناسبه سويت فيها اولا كانت دوره خليج عملت فيها من كلمات الاستاذ عبد الله جلال الله اهلا بكم يعني غناها برضو ترحيب. ابو عبد الرحمن اهلا بكم محمد عبده غناها محمد عبده وبعدين ايضا عملت نشيد للدوره وعملوا عليها طبعا جابوا خبراء من مصر طبعا للعروض يعني العروض الرياضيه العروض الرياضيه الفنيه يعني كانوا جايين خبيرين او ثلاثه خبراء يعني بالاضافه الى انهم موظفين بعض العناصر عشان الحركات بين الاطفال يعني لما العنصر ده اللي هو الاستاذ ده يكون داخل الأطفال يتمايلون حسب ما يتمايل هذا الأستاذ الموجود ما بينهم يعني فكانت لوحة جميلة يعني تقدمت في أستاذ يعني. وأيضا في نفس العام وفي نفس المناسبة أعتقد أنه قدم محمد عبده أيضا نشيد أو أغنية فوقهم السحب نعم في نفس الافتتاح نعم 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 كان أنا أتذكر يعني زمان يمكن حتى أيامها كان يعني يعني عدة أعمال قدمت في الافتتاح الأستاذ كانت رائعة جدا. فوقهم السحب بصراحة يعني من الأغاني اللي لا يمكن أن تنسى استثنائية أغنية استثنائية أغنية استثنائية فوقهم السحب يعني ويصف فعلا يعني المملكة ما شاء الله تبارك الله يعني بقادتها وبملوكها وبشعبها يعني فوقها مصر شعبها فوقها مصر ما في شك كلمات ولحن وآداء نعم ده كلمات الأمير بدر وعبد أنا أتذكر أيضا في برنامج نجوم الوطن التقيت مع سمو الأمير بدر وعبد المحسن ف يعني قلت له سمو الأمير إذا كان لم تقدم هذه الأغنية في مناسبة رياضية بمحفل بهالمستوى افتتاح استاد الملك فهد وكل التلفزيونات الخليجية ناقل الحفل على الهواء هل يعني لن تجد الانتشار التي وجدته أو يعني هل هذا كان سبب في الانتشار للأغنية؟ فقال لا ابدا الاغنيه استثنائيه اصلا الاغنيه مختلفه لو لم تقدم في نفس المناسبه فقدمت بشكل عادي راح تاخذ نفس الانتشار اكيد اكيد, أكيد. عموما استاذ سراج استاذنك ايضا الى فاصل جديد من اعمالك ننتقل مع مخرج البرنامج ونعود لنكمل هذه السهره في هذه الليالي السعيده ليالي ان شاء الله شكرا لكم اذا مشاهدينا الكرام الان ننتقل بكم الى فاصل مع مخرج البرنامج لنماذج من اعمال ضيفنا الكبير الاستاذ الموسيقار سراج عمر ثم نعود معكم لنكمل هذه السهره لا تذهبوا بعيدا مقادير يا قلبي العنا مقادير وش ذنبي انا Yeah.
عاد وعشنا عشنا على الأمل حنا على ميعاد حنا حنا والفرح كنا وكنا بعاد وعشنا عشنا على الأمل حنا وكان الفرح غايب وأثر الأمل كاذب وكان الفرح غايب وأثر الأمل كاذب مقادير مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وبعد هذا الفاصل نعود معكم ومع ضيفنا الكبير في هذه السهرة الموسيقار الأستاذ سراج عمر. أستاذ سراج أرحب بك مجددا في منزلك. شكرا. الله يعطيك العافية. حقيقة ونحن في هذه السهرة السعيدة أبو محمد أنا شايف معك جهاز ذكرت لي هذا غالي عليك. ده هذا هو ده الجهاز عبارة نعم عن مخزن في كل أعمالي اللي سويتها من بداية حياتي يعني أعمال 50 سنة موجودة في هذا أعمال لخمسين سنة موجودة في هذا الجهاز عمرك الفني 50 سنة تقريبا كلها موجودة في هذا الجهاز هذا الجهاز اللهم صل على النبي مخزنة يعني بالإضافة إلى لديك طريقة أرشفة رائعة هذا بالإضافة لعندي اللي هو اللي يسموه الهارد ديسك عندي هارد ديسك اللي هو فيه الأصول الأصل ده لأنا لو حبيت أسمع أحط الهيدفون وأسمع بيني وبين نفسي أقلب في الميموري وأشوف الحاجة اللي أنا عايزها في بالإضافة مدة ساعتين أغاني من التراث الشعبي القديم ساعتين من التراث أي يمثل الدانات الله الله الدانات القديمة اليمنية يعني السكر يطلقوا عليها فن الدانة اليمني نعم وليس بمكي زي ما بيقولوا هو ما فيش حاجة اسمها مكي يعني ولو انه الاستاذ يعني ارجو انه من ابو سيد ما يزعل مني لانه مكه المكرمه ليست مكان فن يعني مكه المكرمه يعني الموجودين فيها كلهم خليط من مختلف انحاء العالم اكيد اكيد عرفت كيف؟ وما في شك انه فيها فنانين يعني في المؤمنه وفي مش عارف مين وفي انا كنت طيب فين جمعت استاذ سراج لمؤاخذه يعني غير الدانات كل عند ذكرت لي انه اكثر من 200 عمل فلكلوري كيف جمعتها استاذ؟ لا انا بدنا كنت احفظ حاجات كثيره وكنت دائما التدوين لما اكون في القاهره وفاضي ادون الحاجات اللي اتذكرها الله عليك عرفت كيف؟ لما ادون انفذ مع الفرقه المسيحيه بالافراديات يعني هذا الافراديه طبعا بس لما اجيبه اقدم الاذاعه بتاخذوا مني الاذاعه بتكلفه الاذاعه مش بتكلفه الوزاره اخلص منها عشان اسدد حقوق الناس لاني احيانا اسجل مع الفرقه المسيحيه بدون مقابل وهذا جهد يعني تشكر عليه لكن عايز اعمل حاجه لانه انا اقول لك حاجه حسيت انه في بعض الملحنين للاسف الشديد انهم يحاولوا ياخذوا من التراث عشان تنجح اعمالهم ويدونوا باسمه يعني ياخذوا مثلا 4-8 ما هو القصه الاربع موازير ولو انه انا بعتبر انه مازور ولا اربع موازير من اي تراث من تراث يعتبر تراث عرفت كيف؟ فبيقول لك أربع موازير يعني ما تعتبر سرقة ما تعتبر سرقة ما تعتبر سرقة هو بياخذ أكثر من أربع موازير فحبيت إني أقول إنه ده اللي أنتم تسمعوا ده هو تراث الوطن الله سواء كان من دانات أو من أغاني دارجة أو من سامريات أو كذا أو كذا سويت 160 قطعة منها سجلتها على إفراديات يعني كمانجا وكونترباس تشيلو عود قانون إفراديات مع الفرقة المسيحية كلهم كان أحمد فؤاد حسن الوحيد اللي كان يشتغل معايا أحمد فؤاد حسن والأستاذ محمود عفت عازف النايل اللي ما فيش بعده يعني أنا مسميه النفس الطاهر لأنه ما أدري في واحد اسمه الأستاذ محمد فودة عازف نايل جميل جدا 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 موجود في مصر يعني تفضل سواء كان من دانات أو من أغاني دارجة أو من سامريات أو كذا أو كذا سويت 160 قطعة منها سجلتها على إفراديات يعني كمانجا وكونترباس تشيلو عود قانون إفراديات مع الفرقة المسيحية كلهم كان أحمد فؤاد حسن الوحيد اللي كان يشتغل معايا أحمد فؤاد حسن
والاستاذ محمود عفت عازف النايد اللي ما فيش بعده. يعني انا بسميه النفس الطاهر لانه ما ادري. في واحد اسمه الاستاذ محمد فودة عازف نايد جميل جدا 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 موجود في مصر. يعني تفضل. يعني استاذ سراج العيد ذكرت لي يمكن قبل ما نبدا الحلقه انه هناك اغاني يعني معششه في العيد بالذات اذا لم تسمعها لم يعني لا, لا, لا تحس بطعم العيد. في اغنيه للاستاذ طارق عبد الحكيم اسمها عيدنا بالفرح. لمين؟ الاستاذ طارق عبد الحكيم. الاستاذ طارق الله يشفيه. اذا سمعتها الله يشفيه الله يشفيه الله يشفيه. هو يمكن كان على فكرة بالمناسبة احنا كان من ضيوفنا ايضا في هذه الحلقات مع انه يوم نتعايد موسيقارنا الكبير الاستاذ طارق عبد الحكيم واتصلنا فيه الحقيقة وحاولنا نستضيفه واعتذر ابن سلطان لظروفه الصحية. صحيح. لكن ان شاء الله نكرمه في حلقات قادمة بإذن الله. الله ربنا يمتع ان شاء الله بالصحة والعافية. ما نفسك انه انا اقول لك انا تربيت على يد طارق عبد الحكيم لاني اول اغنية اسمعها في حياتي كانت يا ريم ودي تقيف من الحان وكلمات الامير عبد الله الفيصل وغناء نجاح سلام. كنت صغير كنت اطلع السطوح في بيتنا في البلد واقول للجيران قوموا اسمعوا اغنية يا ريم ودي تقيف. كيف انا كان سجلها مع فرقة عطية شرارة الاستاذ طارق عبد الحكيم اهميه كان بيدرس في مصر. يعني نعود الى اغنية العيد. أغنية العيد عيدنا بالفرح دي حاجة جميلة جدا من أحب أسمعها بصوت أبو سلطان بتزاع في الإذاعة بس ما أدري السنة هذه حتزاع ولا ما حتزاع في الإذاعة لكن ما صورت مع الأسف يعني تلفزيونيا. والله شو أنا أقول لك أنا يعني التلفزيون يجب أن يبحث في أرشيف الإذاعة ويشوف الحاجات الجيدة بمناسبة الأعياد بمناسبة رمضان مش عارف إيه لازم ويصورها ويبثها. ليش؟ لكم مشاركات عديدة في الإذاعة الحين كيف طريقة يعني الآن ما بتعامل تواصلكم مع لا ما بتعامل مع الإعلام إطلاقا يعني مع فترة طويلة يعني ابتعدت كثير عن الإذاعة. والله ما في حاجة أساسا يعني إيش أقدم إيه أقدم يعني الحمد لله يكفيني اللي قدمته رضا من الله سبحانه وتعالى. جميل. الآن إيش جديدكم إيش اللي ممكن نطمن فيه جمهور؟ والله يا بنا الجديد إنه أنا أقول لك الجديد في 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 الوقت الحاضر انكم شرفتوني وعملتوا معي هذا اللقاء لكي التقي بالجمهور الكريم. في خلي هذا الجديد لا انا الجديد يعني ايش لا كإنتاج ما فيش كإنتاج خلاص فيني تو. ليش انا اقول لك لانه اولا اجور الموسيقيين برا عاليه جدا استوديوهات عاليه جدا يعني حاجه غريبه جدا. طالما ان انا بسجل اوديو ما بسجل يعني المفروض انك انت يا موسيقي تترأف بالإنتاج الإنتاج اللي ساعي. عرفت كده يعني مثلا أروح أسجل أغنية مثلا بتكلفني 50,000 ريال أروح أبيعها للإذاعة هتاخذها مني بكم؟ 4,500 ريال السيرة التي لن تتحرك منذ أكثر من 50-60 سنة ومش عارف يعني من عام الفيل زي ما بيقول على قول بعض الزملاء. طيب أستاذ سراج يعني تقول لي الآن الإنتاج ما في طيب هل هناك اتصالات على الاقل لحن تعطيه ملحن من عفوا فنان من الفنانين؟ والله لا ما في هو في عندي والله نص جميل جدا للامير فهد بن محمد نفذته موسيقيا وكان المفروض انه يتقدم بصوت احد المواهب. نعم ولكن مش عارف كانت امنيته انه يغني ترى مداح وطالما مداح طبعا انتقل يا رحمه الله او محمد عبده طبعا ما اعتقد انه حيغني محمد عبده ولا تعرف يعني طيب. محمد عبده او طالما مداح يعني ايبو بزنس وخصوصا اذا عرفوا انه الكاتب ترنس. هو طبعا اعمال دائما الانتاج للاعلام او لغيره حاجه مهمه جدا اوكي الانتاج للاعلام لما انت تجي تتساوم معي كارتست تتساوم معي انا او مع شاعر تقول له مثلا كم حتديني عشان اغني لك الاغنيه دي صعبه جدا. طيب استاذ سراج خلينا نعود لاجمل الاعمال اللي قدمها الاستاذ سراج عمر بصوته وان اخذت انتشار كبير بلادي بلادي منار الهدى اللي انا كنت اسمعها وانا في المرحله الابتدائيه واطرب كثيرا انا هذه فكرتها جميله جدا كيف كنت فكرتها؟ في زياره حدثنا الأمير. عنها هذه كنت في مكتب الامير محمد العبد الله في عماره عماير الجوهره في من زمان طبعا قبل في البلد لا والله كما عماير الامير عبد الله الفيصل كنت مكتب الامير قابلت الاستاذ سعيد فياض الله يغفر له ويرحمه وسامحه فقال لي ابني قلت له نعم قال لي عندي نشيد خذه ربما يكون له ايش حيكون له صدى في يوم من الايام عندي احساس انه حيكون له صدى. جاب لي نشيد بلادي بلادي من الروده فاخذته وحطيته في جيبي
وكانت لي سفرة للقاهرة، كان في أغنية اسمها نادي على الغداء بالليل، كان طلبها عبد الحليم حافظ من الأمير محمد عبد الله الفيصل إنه يغنيها. قال له عندنا سراج عمر، قال له لا سراج عمر ده بتاعنا صار، يعني ما مش هحطلع منه بفكرة. يعني عبد الحليم حافظ. أيوه قل له ده بتاعنا. بعدين اعتقدت بيني وبين عبد الحليم حافظ على علاقة خطيرة جدا، لحد إني لما سافر اللي عشان ليكمل علاجه في هذا حضنته، يعني حضننا بعض ودموعنا على اكتافنا، لان حسيت اني ما حشوف عبد الحليم اطلاقا. وفعلا راح وتوفى في لندن رحمه الله عليه. جميل، بس كانت فكره لبلادي بلادي عمل جميل. انا بتكلم لك على الاغنيه اللي هي دي انادي على غدا بالليل، كان المفروض انه يغنيها عبد الحليم. ولكن طبعا سمعها طبعا وغيرنا ومش عارف ايه، وسمع العمل. بعد ما سمع العمل قال لي شوف انا مقتنع باللحن كده، المزيكات دي مش شغلي انا، اول ما اجي ان شاء الله من سفرتي العلاجيه باذن الله تعالى حسجل لك اياها. اي لا انا بس برجع رجعتك رجعت معك الى بلادي بلادي، لان هذه بلادي بلادي بالذات كثير الحقيقه من يمكن الاجيال السابقه لا زالت تحفظ هذه الاغنيه، واعتقد انه كان هناك حتى في توجه بانها تكون يعني هي كنشيد وطني رسمي. وشوف انا اقول لك على حاجه، يعني الاغاني النشيد الوطني هذا يعني في الواقع يعني حظي بدعم الملك فهد الله يرحمه، فهد بن عبد العزيز رحمه الله عليه. وكانت فكره الملك فهد انه يجب الكثره من هذه الاناشيد التي لا تحكم عن الحاكم او الحكام. وذلك لزرع الايه؟ لزرع الوطنيه في المواطن، احساسه بوطنه. عندك مصر مثلا الحين يعني في اغاني وطنيه الشعب المصري كله بيرددها. صح. مثلا يعني سوريا نفس الموضوع، الاغاني الوطنيه بتتردد، اي وطن عربي بيردد اكثر من كان عنده وطني. كان هدفه هو اللي انا اقصده، كان هدفه كان هدف المغفور له باذن الله طبعا الملك خالد، انه الاغاني الوطنيه دي ما لهاش علاقه بالحاكم. تغنى في حب الوطن لزرع عيش حب المواطن لوطنه. كانت هذه أهداف الله يرحمه. عموما رحمة الله على خادم الحرمين الملك فهد، وأطال الله عمر يعني خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز سمو ولي عهد والنائب الثاني. نعم نعم. ونحن نعيش يعني هذه الأيام السعيدة، فهذا الوطن في الأمن والأمان. الله يديم على بلادنا إن شاء الله أمنها وأمانها. وأنا أقولها وأنا أنتهز فرصة أيضا لأقدم أجمل التهاني والتبريك لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. الرجل ده أكرمني. نعم. عندما حركت مكتبتي رفع الأستاذ أياد بن أمين مدني وقال له إنه ده أمره كذا وكذا وكذا وكذا، فوجئت باتصال من الديوان الملكي بأنه لي شرها من الملك، شرها كبيرة مش صغيرة يعني. تستاهل أبو. أيوة نعم. تستاهل أبو محمد. أيوة نعم. المهم فأخذ رقم الحساب حقي وحط لي في البنك. تستاهل. بس ما جلس ثلاثة شهور. ما عليش هذه سنة الحياة. عموما أستأذنك أستاذ سراج أيضا إلى فاصل آخر مع مخرج البرنامج، ثم نعود في الجزء الأخير من هذه السهرة. مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه السهرة مع ضيفنا الكبير الموسيقار الأستاذ سراج عمر في هذا البرنامج مع النجوم نتعايد، ونحن مع نجم هذه الحلقة أبو محمد. حياك الله. يا ولد خليني نجم، أنا ماني نجم أنا. ليه لا نجم و أعمالك أنا قمر ما قدمت. جميل جدا. ولو يعني طبعا النجوم يعني فوق. أي نعم. موسيقارنا الكبير الأستاذ سراج عمر، تحملون العديد من العضويات الدولية ومثلتم المملكة في العديد من المهرجانات الغنائية والفنية، وشاركتم في تحكيم كثير من المسابقات. نعم نعم. ماذا تمثل لكم تلك المشاركات وهذا الكم من العضويات؟ والله أنا أحمد الله سبحانه وتعالى لأنه بتجيني دعاوي بالتحكيم في بعض الدول الخليجية والدول العربية، وفي الواقع بأحظى بتكريم كبير جدا في الدول دي اللي أنا بروح أحكم فيها، وتقدير جدا، وأيضا في نفس الوقت مكانة. عرفت كيف؟ لأني أصبحت يعني رمز من رموز التحكيم العربي. الحمد لله. وهذا شيء جميل جدا الله. يعني أن أمثل البلد كرمز، أمثل بلادي كرمز عربي. أكيد. يعني رمز سعودي عربي بفضل الله سبحانه وتعالى. أستاذ سراج، طبعا التكريم طالما نحن نتكلم عن التكريم ما هو إلا رمز للتعبير عن الشكر،
ونحن في القناة الثقافية السعودية نعبر لكم عن شكر التلفزيون السعودي ممثلا في القناة الثقافية عن شكرنا لكم على ما قدمتم في نشر ثقافة فنوننا إلى خارج حدود الوطن من خلال أعمالكم التي قدمتوها على مدى 50 عاما مضت. الحمد لله. أطال الله عمركم. بس لا أنسى. لا أنسى موقف محمد عبد الله, لأنه محمد عبد الله هو 50 سنة حياتي. يستاهل طويل العمر. الله يحفظه طويل عمره. إذن أقبل مننا هذا الدرع المتواضع باسم المشرف العام للقناة الثقافية الأستاذ محمد بن إبراهيم الماضي. هذا درع يعني متواضع يقدم لكم في هذه المناسبة, مناسبة العيد السعيد. تعبير كما ذكرت عن الشكر. شكرا لكم على ما قدمتم. شكرا أستاذ سراج. شكرا, كتر خيركم خيرك. الله يعطيك العافية. والزملاء الكادر إذن العامل في هذه الحلقة كاملا بما فيه المخرج وكافة من قام بنشر الكاميرات والدنيا برا كده, لو شاف الجمهور الحاجات اللي برا يقول إذا إيه اللي حاصل في البلد. يعني عموما أبو محمد, في ختام هذه السهرة وهذه الليالي السعيدة وهذا السهرة التي قضيناها معكم في منزلكم العامر, لا يسعنا إلا أن نقدم لكم الشكر والتقدير على استضافتكم لفريق البرنامج في منزلكم العامر. العفو. شكرا لكم. وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى. شكرا كتر خير. مشاهدين الكرام, في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نقدم لكم الشكر أنتم أيضا على طيب متابعتكم لبرنامج مع النجوم نتعايد, ونحن نقدم هذا التكريم وهذه المعايدات لنجوم الوسط الفني الذين ساهموا في نشر ثقافة فنوننا إلى خارج حدود الوطن, حتى نلتقي معكم في برامج أخرى وفي حلقات أخرى مع ضيوف مميزين آخرين. تقبلوا تحياتي حتى ذلكم الحين, استودعكم الله وإلى اللقاء. كل عام وانتم بخير, كل عام وانتم بخير, كل عام وانتم بخير, كل عام وانتم بخير, ضحكة فرح من كل قلب يا أحلى عيد, ضحكة فرح.